السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. النهاردة الفيديو الثالث من سلسلة أسرار وخبايا الإيميل الموحد، والنهاردة معانا المفروض كانت الخطوة الأولانية إزاي نعمل الحساب الموحد وإزاي ننشئ الحساب الموحد. بس قبل ما تكمل الفيديو، لو أنت معلم أو طالب داخل جمهورية مصر العربية فالفيديو ده ليك، أما لو أنت مش معلم ولا طالب داخل جمهورية مصر معلش وقف الفيديو. لكن لو حابب تستزيد من المعلومات فأهلا وسهلا بيك في الحلقة دي. النهاردة هنتكلم إزاي ننشئ الحساب الموحد أو الحساب المدرسي الموحد. هنبدأ الأول بالفيديو ده اللي هو بيخص المعلمين، تعالوا نشوفه عملي. هدخل من أي محرك بحث أنا هكتب الإيميل الموحد أو الإيميل المدرسي الموحد، ومن خلال الرابط الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد الموجود قدامي ده أنا هضغط عليه. هكون مجهز حاجتين، اهم حاجتين هما اللي مجهزهم دلوقتي، هو الرقم القومي وكود المعلم. وكود المعلم تقدر تحصل عليه من المدرسة او مسؤول الاحصاء بالمدرسة. هضغط على ايقونة حساب معلم، بيقول لي دخل الرقم القومي هنا، وفي الخانة التانية هلاقي هنا في مربع تشيك بوكس اللي لو ضغطت عليه لحظات ويعمل لي علامة صح، واضغط بعدها على التحقق من البيانات عشان خاطر يتأكد من البيانات. هيفتح لك الصفحة دي اللي هو طالب رقم التليفون والبريد الإلكتروني البديل. مشكلة هنا هو لازم يكون البريد اللي معاك اللي انت هتحطه كبديل لازم يكون متفعل ويكون موجود على موبايلك، لان هتستلم عليه رسالة. انا جهزت الكلام ده وفتحت تابة جديدة وجهزت فيها الايميل، اللي انا هتلقى عليه الرسالة. هدخل رقم التليفون وهأكد كمان البريد الالكتروني اللي انا كتبته، هأكده في خانة تأكيد البريد الالكتروني البديل. هعمل التشيك بوكس كده هو لغاية ما تجيلي صح. لما تجيلي صح هقوله انشاء البريد وارسال كود التفعيل. في اللحظة دي انا هرجع واروح للايميل بتاعي ان انا اللي انا فاتحه واللي مجهزه. هعمل ممكن هضغط على الان بوكس عشان خاطر عملية زي تنشيط، هلاقي الرسالة جات لي. هضغط على كود التفعيل واضغط واختار الكود، هلاقيه اهو مكون من 4 ارقام. هاخد الكود ده كليك يمين واخد عليه كوبي، وارجع تاني للتابة اللي هي فيها الايميل الموحد واللي انا شغال بفعله، كليك يمين واقول له بيست. هضغط واقول له انالست ريبورت واستنى علامة الصح، وبعد كده اقول له تأكيد انشاء حساب. وبكده يكون الايميل تم تفعيله، تم تنشيطه، وان انا دلوقتي اقدر ادخل بيه في اي مكان. طب تعال نشوفه، هو مديلك كمان الايميل بتاعك اهو، بيقولك ان الايميل اهو ده اسم الحساب بتاعك، بيبقى دايما الكود وراها ات والمحافظة وفي رقم وراها ودوت ام او اي دوت اديو دوت اي جي، وده بيبقى ثابت. اما كلمة المرور فهلاقيها من تحت هنا، هو مكتوبة اي ام بي شباك، بس خلي بالي ان هي كابيتال اي سمول ام سمول بي شباك وراها تاريخ الميلاد. وعلشان خاطر اتأكد ان الايميل بالفعل شغال وان تم تفعيله، ان انا ممكن اخد الرابط ده واقول له كليك يمين كوبي. ممكن شايفين الرابط اللي موجود من تحت اللي هو office.com، ممكن اضغط عليه هيفتح لي هنا هو في التابة دي، لكن انا هفضل دلوقتي ان انا افتح لكم في صفحة جديدة وخطوات نمشي بيها الخطوات واحدة واحدة. فنحن هنكتب 365365 ونختار اول رابط يظهر قدامنا اللي هو مكتوب عليه office365 login sign in. هضغط على sign in وهقول له كنترول في في خانة اللي هو اسم الايميل، وارجع تاني اخد الباسورد، وعند الباسورد هنا اقول له كنترول في واقول له ساين ان. هنا بيقول لي لو انت مش عايز يجي لك الرسالة دي اضغط يس، دونت شو اجين وقول له يس، بس برضه بتظهر لك ما تقلقش خالص. فتح لي الواجهة دي، بيقول لي ان شوية ارشادات، وانا هضغط على النكست لغاية ما يظهر لي الواجهة دي. اتأكد برضه ممكن ان انا اضغط من شكل الافاتار اللي هنا، لو انا ضغطت على شكل الافاتار هيظهر لي الاسم والايميل بتاعي تمام كده هو. لو كانت الدنيا كلها صح يبقى انت كده بالفعل تم تفعيل الايميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.